حراك خارجي لطرفي الصراع في السودان في مسعى للتوصل إلى حلول قد تنهي الأزمة التي تقف على أعتاب الشهر الخامس. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وصل جوبا عاصمة جنوب دولة السودان التقى رئيس البلاد سلفا كير مياردات، وهي الزيارة الخارجية الثانية للبرهان منذ بداية الصراع منتصف إبريل الماضي. ووفقاً لمصادر سودانية فإن زيارة البرهان لجوبا قد تكون بهدف بحث سبل وقف الصراع، ولا سيما وأن موقف جنوب السودان منذ بداية القتال كانت دعوة للحوار وبحث حلول سلمية للأزمة. كما شارك رئيس جنوب السودان في مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد التي كانت تهدف للتوسط بين قائدي الحرب لوقف القتال. البرهان وبحسب المصادر أيضاً قد يكون في زيارته إلى جوبا مستنداً على العلاقة الوطيدة بين سلفا كير وحميتي الذي كان راعياً لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في جنوب السودان بصفته نائباً لرئيس مجلس السيادة السوداني آنذاك. نعتبر في السودان أن دولة جنوب السودان هي الأكثر تأهيلاً لإنجاح الوساطة نظراً لقربها من السودان والأكثر معرفة بمشاكله. يولي رئيس جنوب السودان أهمية كبيرة لحل الأزمة في السودان بالنظر لأهمية السودان التي نتشارك معها حدوداً طويلة وعلاقات قوية بين شعبينا، وبالتالي فإنه من مصلحتنا إيجاد حل. بالتزامن مع هذه الزيارة يبحث مستشار قائد الدعم السريع يوسف عزت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي تطورات الأزمة السودانية وسبل الوصول إلى حل شامل في إطار الرؤية المطروحة من قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية وفقاً للمعلن. ميدانياً واصل الجيش السوداني قصف مواقع قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة في وسط وشرقي أمدرمان، بينما ردت قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف صاروخية من مواقع تمركزاتها في مدينة الخرطوم بحري شمال المدينة باتجاه المناطق التي يتمركز فيها الجيش بأحياء كرري شمالي المدينة. أوضاع عسكرية مماثلة في الخرطوم، حيث نفذت مقاتلات حربية غارة جوية على أهداف تابعة للدعم السريع وسط الخرطوم بالقرب من محيط منطقة السوق العربي الحيوية. ووفقاً لسكان فقد سمع دوي انفجارات عنيفة وشهدت أعمدة الدخان الكثيفة تتصاعد من المنطقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مجدي عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الرواية الأولى، ومن أديس أبابا محمد المختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع. أهلا بكما ضيفي الكريمان. سيد مجدي عبد العزيز، أبدأ معك هذا الحوار ونفهم منك أكثر إلى ماذا تشير هذه الزيارات الخارجية التي يجريها عبد الفتاح البرهان وتحديدا زيارته الأخيرة إلى جوبا. مساء الخير ميرا، تحية لك والتحية لمشاهدي الحرة ولضيفك الفريق. أول عبد الفتاح البرهان بصفته رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة ابتدر عملا جديدا بعد هذه المرحلة التي يعني تأرخت بخروجه إلى مدينة بورسودان وزياراته إلى المناطق العسكرية وإلى مدن السودان وزياراته الخارجية في مصر. يزور جنوب السودان استكمالا لأن جنوب السودان هي دولة مهمة، بل إن جنوب السودان كانت جزءا من السودان، وهذا هو وادي النيل. دولة بماذا تتمثل أهمية جوبا في هذه المرحلة سيد مجدي، وخصوصا أنه أغلب التوقعات كانت تشير إلى أنه قد يتجه إلى المملكة العربية السعودية بعد زيارته القاهرة؟ جوبا تمثل أيضا عمقا سياسيا واستراتيجيا وأمنيا للسودان. جوبا في الفترة الماضية مارست دورا مهما في عملية السلام في السودان، كذلك السودان له دور مماثل في عملية السلام في جنوب السودان. حينما جاءت المبادرات الأفريقية السودان كان يقترح أن تقود جوبا أو تقود دولة جنوب السودان اللجنة المنبثقة عن إيجاد لوضع الحلول لهذه الأزمة. جوبا أنا أعتقد أن جوبا درجة أهميتها تأتي مباشرة بعد جمهورية مصر العربية من أي دولة أخرى بحكم هذا الجوار وبحكم ما ذكرت.
أرحب بك من جديد سيد محمد المختار نور. يعني بالمقابل نتحدث عن قيام مستشار قائد الدعم السريع بزيارة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث التطورات الحاصلة والوصول لحل شامل. ما الذي من الممكن أن تقدمه أديس أبابا في هذه المرحلة، وخصوصا أنه الدعم السريع كان قد طرح مبادرة من 10 مبادئ قبل أيام وليس من فترة بعيدة؟ أولا دولة إثيوبيا هي جزء من محيطنا الإقليمي ودولة محورية وفيها مقر الاتحاد الأفريقي ولها دور كبير جدا في السودان بحكم العلاقة التاريخية ما بين الدولتين وبحكم الجوار. فإثيوبيا لها دور عظيم ودور تاريخي في السودان، وكذلك لنا طبعا علاقات ثقافية وارتباط ثقافي كبير جدا ما بين الدولتين. فتكمن أهمية هذه الدولة من هذا الجانب، وبها مقر الاتحاد الأفريقي وبعض المقرات المنظمات الأممية وغيرها. كذلك الاجتماع الذي تم مع رئيس الاتحاد الأفريقي لأديس أبابا، أنا كنت حضور في هذا الاجتماع. قمنا بتنوير السيد رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي وبحضور البروفيسور والدباب. كان التنوير ضافي عن الرؤية التي تقدم بها الدعم السريع حول معالجة الأزمة السودانية من جذورها، وهذه الرؤية استمع لها جيدا. وكذلك تم تنويره عن رؤيتنا حول المبادرة التي تم تنويرنا لها من قبل الاتحاد الأفريقي، المبادرة المشتركة للاتحاد الأفريقي ودول الإيجاد، ومن جانبنا رحبنا بهذه المبادرة وسوف ندرسها بعد طرحها إن شاء الله بشكل رسمي ونبدي رأينا فيها بشكل واضح إن شاء الله. ولكن من خلال هذه التحركات الخارجية سواء من قبل قائد الجيش أو من قوات الدعم السريع، وكأنه ينظر إلى ما يحصل داخل السودان عن أن الحل قد يكون خارجيا من الدول الإفريقية أو من الاتحاد الإفريقي، رغم أنه هناك كما ذكرنا قبل قليل مبادرات قد ربما طرحت من الدعم السريع وحتى من الجيش قبل ذلك. الجيش لم يطرح أي مبادرة من قبل، وتصريحات البرهان كانت واضحة كلها تتحدث عن عملية الحسم العسكري، فلم يطرح حتى الآن مبادرة واضحة بالنسبة للأزمة السودانية الحالية. ونحن من أول يوم عندما بدأت المبادرة الأمريكية السعودية وطلبت الوساطة ذهاب الوفدين إلى جدة مباشرة، توجهنا إلى جدة ونحن موقفنا ثابت اتجاه معالجة الأزمة بالطرق السلمية والحوار. لكن آخر لا يفهم هذه اللغة وظل يعني يهدد بعملية الحسم العسكري ولم يستطيع عملية الحسم العسكري. اليوم نحن استطعنا أن نسقط 2 طائرة أنتينوف ظلت تقصف المدنيين في منطقة الخرطوم، وأمس بالأمس قصفت قتلت بعض المدنيين، نترحم على المدنيين الذين سقطوا بالأمس في منطقة في مدينة نيالا وفي بعض أطراف ولاية الخرطوم. واليوم قواتنا الحمد لله الدفاع الجوي الذي يتبع لقوات الدعم السريع استطاع ان يسقط 2 طائرة أنتينوف، وكان بالبراميل المتفجره التي كانت ترمى في رؤوس. وهذا المشهد المشتعل على الارض يعني، وفي ضوء ما نتابعه من تطورات عسكريه وميدانيه، الا ترى بانها قد تنعكس بصوره مباشره على اي تحركات خارجيه، على اي حلول من الممكن ان تطرح في نهايه المطاف؟ سيدتي الكريمة، نحن مبدأنا ثابت من عملية الحوار وظلنا نكرر ذلك، وهذا هو امتداد زي ما ذكرت للنظام السابق، وهذا النظام لا يستجيب إلا بلغة العنف ولغة القوة. نحن تحدثنا، هم بدأوا هذا الحرب أولا، وبالتالي استمرار الحرب نحن نعلم لها آثار كارثية على الشعب السوداني، ونحن من أول يوم يعني سعينا على رفع المعاناة على الشعب السوداني وتخفيف المعاناة من خلال توقيع عدد من الهدن وعدد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين وتمرير المساعدات الإنسانية، لم يلتزموا بها. فبالتالي الآن نحن يعني تركيزنا كلي، طالما هم يريدون الحسم العسكري نحن تركيزنا كلي الآن على الميدان، ولكن مع ذلك لا نغفل أن مبدأنا الثابت اتجاه الحوار لا يمكن أن نحيد عنه، فيظل مبدأنا اتجاه الحوار هو مبدأ ثابت، ونظل إذا كان هنالك أي مبادرات طرحت نحن رحبنا بها، رحبنا بمبادرة دول الجوار بما فيها دولة جنوب السودان كانت جزء هذه المبادرة. طيب. رحبنا بهذه المبادرة عندما التأمت في مصر، وكذلك رحبنا بمبادرة الإيجاد ومبادرة الاتحاد الأفريقي،
وطلبنا بأن هذه المبادرات كلها أن تجمع في مبادرة واحدة في إطار منبر جدة. يبقى الترحيب في نهاية المطاف ربما هو يعني من الناحية النظرية أكثر منه عمليا، لأنه إذا ما نظرنا على كل المعطيات نرى بأنه أيضا الجيش يتحدث وهناك تبادل للاتهامات فيما يخص كل النقاط التي ذكرتها. لكن دعنا نعود إلى ضيفي من جديد السيد مجدي عبد العزيز. في ضوء ما نتحدث عنه سيد مجدي، برأيك هل سيكون هناك ربما نوع من المقاربات أو نوع من الحلول قد يطرحها الاتحاد الأفريقي في ضوء أن هناك تحركات من داخل السودان من قبل الطرفين لحل هذه الأزمة الحاصلة والوصول إلى حل شامل؟ ميرا، لابد أولا من التوصيف الدقيق لما يجري في السودان. هذه القوة المتمردة، هذه الميليشيا المتمردة بعد أن فشلت في اختطاف السلطة وتمرير ما تريد بالقوة العسكرية وكسرت قوتها الصلبة، والآن تحمل على رأسها وعلى عنقها مزيد من جرائم الحرب. أشارت تقارير هيومان رايتس ووتش والأمم المتحدة والولايات المتحدة بارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت وقتل والي غرب دارفور واقتراف الجرائم. كان هناك فرصة لهذه الميليشيا، لأن الحرب طبعا بها فظائع، فرصة في جدة، لأن اتفاق جدة الذي سمي اتفاق جدة قصير لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بني على الموروث العالمي لحماية المدنيين أثناء الحرب، ووقع مفاوضو الميليشيا المتمردة اعترافا بارتكابهم لهذه الجرائم ودخولهم إلى المستشفيات وإلى بيوت الناس. هذه الميليشيا المتمردة بعد أن فشلت في تحقيق ما تريد بالقوة العسكرية الآن تحاول أن تتلوى وتحاول أن تنتج نسخة سياسية. هذه الميليشيا المتمردة ليست حزبا سياسيا حتى تطرح رؤى سياسية. الخارجية السودانية كانت واضحة جدا أن لكن بالمقابل سيد مجدي دعنا نوضح هذه الأفريقي. النقطة أكمل فكرتي ستكمل فكرتك، لكن سؤالي في ذات السياق، الجيش قدم أي مبادرة واضحة فيما يخص هذا الإطار؟ الآن هي معركة عسكرية. هذه الميليشيا العسكرية الميليشيا المتمردة حاولت اختطاف السلطة بقوة السلاح. هنالك مدخل واحد، وهو مدخل أولا حماية المدنيين أثناء الحرب، ثم ترتيبات إنسانية وعسكرية، ومن بعد ذلك لكل حادث حديث. لا يوجد الآن أي طرح سياسي لهذه المشكلة. أقول أخطأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باستقباله لوفود ميليشيا متمردة، وكأنه الآن يعطي الضوء الأخضر للشباب الصومالي أو لبوكو حرام، وهو لم يلتقي أيضا بالتيغراي حينما كانت الحرب. لكن سيد هذا مجدي هو كانت يعني أيضا هناك زيارة سابقة لمستشار قائد قوات الدعم السريع لجوبا، وأيضا كان هناك تنديد من قبل الخارجية السودانية. في نهاية المطاف يبدو بأنه المحيط الأفريقي للسودان يحاول إيجاد حل وأن يلتقي بطرفي النزاع للوصول إلى تسوية واضحة في نهاية المطاف، بعيدا عن الموقف الواضح بالنسبة للجيش السوداني على ما يبدو. المحيط الأفريقي ودول جوار السودان وضعت محددات واضحة، ووضعت توصيفا لما يجري، ومنعت التدخل الخبيث لهذه الدول الذي دعا إلى دخول قوات شرق أفريقيا. الآن فقط هناك الاعتراف، لابد من الاعتراف بأن ما جرى هو تمرد لميليشيا متمردة، وإلا العالم سيدخل في فوضى، ويدخل في فوضى أن الجماعات الإرهابية وهذه الميليشيات التي تقترف جرائم الحرب يمكن أن تجد لها موطئ قدم في المنظمات الإقليمية أو المنظمات الدولية، بهذا التواطؤ الواضح من رئيس المفوضية الأفريقية. سيد محمد المختار نور، نحن نتحدث ونتابع هذه التحركات من الجانبين، لكنها تحركات عسكرية. هل ألا ترى بأن المكون المدني أو القوى المدنية مختفية في هذه المرحلة التي تشتد فيها المعارك على الأرض؟ دعينا أولا نعلق على بعض الحديث الذي ذكره ضيفي، ولكن بعجالة لو سمحت، لا يوجد لدي الكثير من الوقت إن تكرمت. يمثل قوات الدعم السريع، يمثل قائد قوات الدعم السريع. ضيفك الكريم يمثل من؟ هل يمثل الجيش؟ لأنه عندما سألته الجيش طرح مبادرة لم يستطع أن يرد بشكل واضح. الجيش حتى الآن لم يستطع أن يطرح أي مبادرة. هؤلاء الجلول الانقلابيون لم يستطيعوا أن يطرحوا أي مبادرة، ولم يعترف بهم من انقلابهم في 25 أكتوبر. الاتحاد الأفريقي لم يعترف بالسودان ولم يعترف بحكومة السودان.
ولا ورفض مقابلة وفد السودان. ونحن أمس جلسنا مع الاتحاد الأفريقي وكان موقفه واضح الحكومة الحالية، لأنه يعتبر هنالك انقلاب. وضحت هذه النقطة، المكون المدني أو القوى المدنية أين هي في هذه المرحلة؟ الكريم. ثانيا، نحن لم نكن ميليشيا، نحن قوات منشأة بموجب قانون مجاز من برلمان في عام 2017، نفس البرلمان الذي أجاز قانون الجيش في عام 2007 هو نفس البرلمان الذي أجاز قانون قوات الدعم السريع. هم أرادوا أن ينقلبوا على الشرعية وأرادوا أن ينقلبوا علينا، ونحن استطعنا أن نثبت هذا الانقلاب. طيب، وصلت الفكرة في هذا الإطار، فقط أجبني على سؤالي. الآن نتحدث عن كسر الميليشيا وغيرها، نحن الآن نسيطر على العاصمة ونسيطر على المدرعات، وأسقطنا اليوم 2 أنتينوف، وأسقطنا عدد كبير جدا من الطائرات، واستولينا على عدد كبير جدا من الدائرات. وأنا أعلم بأنه كان هناك نوع من التقارب مع القوى المدنية، أين هي الآن؟ بأقل من نصف دقيقة، بعجالة لو سمحت. نعم، القوى المدنية الآن موجودة، وامبارح نحن تابعنا بعض القوى المدنية ظهرت رؤيتها واضحة، وهي وصفت من الذي بدأ الحرب. القوى المدنية نفسها وصفت من الذي بدأ الحرب، وكان لديها مساعي لإيقاف الحرب على ولم يستجب لها. أعذرني ضيفي من القاهرة مجدي عبد العزيز، انتهى وقتي. أنا بالتأكيد أشكرك جزيل الشكر، وأيضا أشكر ضيفي السيد محمد المختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، مجدي عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الرواية الأولى من القاهرة أيضا، شكرا جزيلا لكما.